مجلس الوزراء ينفي نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. غازبروم الروسية تعلن وقف إمدادات الغاز لأوروبا عبر نورد ستريم 1 بالكامل حتى إصلاح أحد التوربينات. رغم زيادة أعداد الوظائف، ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.7% في شهر أغسطس. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق وفي المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين وفروع مشروع جمعيتي، مشيراً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر. تحت رعاية رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر. المبادرة تأتي بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك لتوفير كافة المتطلبات المدرسية وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية وبأسعار مخفضة. بعد استعدادات وتجهيزات كبيرة، أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، وتستمر فعاليتها على مدار شهر لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأنواعها المختلفة بتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%. مبادرة كلنا واحد دي تعتبر من أكبر المبادرات الاجتماعية اللي بتطلقها الدولة، وبحس ان هي تعاون ما بين منظومه العمل الامني والعمل المجتمعي. احنا بنشارك بادوات مكتبيه ومدرسيه، وبنشارك بزي مدرسي وملابس واحذيه مدرسيه. احنا بنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. هذه المرحله من المبادره تشهد مشاركه واسعه من السلاسل التجاريه والكيانات الصناعية والمكتبات الكبرى، حيث تشارك 38 كياناً وسلسلة تجارية و814 منفذاً، فضلاً عن وجود 6 معارض رئيسية و17 معرضاً فرعياً بالشوارع والميادين الرئيسية على مستوى الجمهورية، جميعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على الإنترنت، تتوفر فيها كافة الاحتياجات المدرسية بالأسعار المخفضة. أول يوم دخلت أنا انبهرت بصراحة، انبهرت بالأشياء اللي موجودة، وانبهرت بالعرض بحاجة، وانبهرت بجودة الحاجة اللي هي محطوطة للجمهور. شغل ممتاز صراحة، احنا بنشكر المبادرة ونشكر سيادة الرئيس ان هو عمل لنا الحاجات الحلوة دي، للأمانة حاجة جميلة وتشرف بلدنا كلها. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. الإقبال كبير من المواطنين منذ اللحظة الأولى لإطلاق المبادرة لتلبية متطلبات أبنائهم، مستفيدين من التخفيضات التي أتاحتها وزارة الداخلية، والتي اعتادت مع بداية كل عام دراسي أن تسهم في رفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور. صدق جدا من الأسعار، في تخفيضات 20 و25 و30، وإن شاء الله بجيب حاجة أولادي كلهم من هنا، والحاجات جميله ما شاء الله والكواليتي بتاعتها عاليه قوي. بنشكر سياده الرئيس طبعا على المبادره دي، احنا شايفين طبعا عندنا هنا الحاجه الحمد لله متوفره وموجوده، وفي تخفيضات جميله جدا، والاسعار يعني الحمد لله في متناول المواطن الطبيعي العادي. بالتوازي مع انطلاق المرحله 23 من المبادره، تواصل وزاره الداخليه توفير احتياجات المواطنين من كافه انواع السلع تحت مظله مبادره كلنا واحد
بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%. احنا مستمرين في المبادرة ان احنا نوفر السلع الاستراتيجية والأساسية الهامة او الخاصة بالمنزل بنسب خصم كبيرة تصل إلى 50% أو 60%. كما تستمر منظومة أمان في توفير السلع الغذائية عبر منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 1026 منفذاً، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. كما قامت منظومة أمان بإعداد وتجهيز حقائب مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومديريات الأمن. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. الدور الاجتماعي والإنساني في المنظومة الأمنية في مقدمة أولويات وزارة الداخلية، وهو ما بدا واضحا من خلال مبادرة كلنا واحد وحرصها على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الصدد. تتسم المستلزمات المدرسية المعروضة في إطار المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية بأنها ذات جودة عالية وأسعار مخفضة، وهو ما تسعى إليه وزارة الداخلية من هذه المرحلة من المبادرة، تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية مع قرب حلول عام دراسي جديد. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة الماضية من ضبط 506 قضايا تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 126 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 110 أطنان، كما تم ضبط قرابة 16 طنا في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وذلك بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 720 قضية، من بينها 102 قضية خبز ناقص الوزن و93 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. في إطار حرص الدولة على التخفيف عن أولياء الأمور عبر توفير كافة احتياجات الطلاب المدرسية في مكان واحد شامل وجامع، تتواصل فعاليات ومعرض أهل المدارس لتقديم خدماته للمواطنين، ويأتي تحت شعار افرح وفرح أولادك. يتميز المعرض بجودة المنتجات وتنوعها، وهو ما حاز على إعجاب جمهور الزائرين. بكل فخر صنع في مصر، شعار ملأ أرجاء معرض أهل المدارس بأرض المعارض بمدينة نصر. معرض يجمع الأدوات المدرسية والملابس الخاصة بها بكافة أشكالها وبتخفيضات تصل إلى 30%. إحنا تقريبا هنا بنبيع بسعر المصنع اللي هو بيطلع للتاجر، فالفرق اللي بياخده التاجر الجملة واللي بياخده تاجر التجزئة بياخده الزبون. إحنا بنميز بالجودة والأسعار، بنبيع بسعر المصنع. عندنا الفرايتي كتير، دبوس وكشكول سلك وكشكول تحضير ورسم، كل التشكيل موجود عندنا. بنشترك كشعبة الأحذية ومنتجات الجلدية في المعرض في نسخته السادسة. الحمد لله تقريبا تخطينا حاجز 30 عارض بالنسبة للأحذية ومنتجات الجلدية، وتقريبا حوالي 25 عارض بالنسبة للشنط المدرسية. المعرض يهدف بالأساس إلى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية أعباء الأدوات المدرسية المادية، بالإضافة لتوفير كافة المستلزمات في مكان واحد للتيسير على المواطنين. ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 10 مساء. أسعار كويسة جدا، براندات كويسة برضو، يعني حاجة كويسة. المعرض جميل، وأكثر حاجة عجباني هي الشنط حلوة، وحاجات الكواليتي بتاعتها حلوة وأسعار كويسة جدا، متاحة لكل الأسر إن هي تقدر تشتري منها. أكثر حاجة شدت انتباهي هنا إن في كميات كتيرة جدا وأنواع كتيرة جدا، والأسعار في متناول الجميع يعني، وكميات كتيرة جدا يعني صراحة يعني. كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد افتتح معرض أهل المدارس، وأكد خلال الافتتاح على أهمية تنمية الصناعة المحلية وتسويقها وفتح مجالات أكبر للمنتجات المستوردة لتندمج في الأسواق المصرية، ويستمر المعرض حتى 9 من الشهر الجاري. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف العراقية إلى ضبط النفس وبدء الحوار الرسمي الوطني. وفي بيان ذكر المجلس أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أدانوا أعمال العنف التي اجتاحت العراق يومي 29 و30 من أغسطس الماضي، وأعربوا عن قلقهم العميق إذا أنباء عن سقوط ضحايا وجرحى، وأحيطوا علما بجهود الحكومة العراقية لاستعادة النظام. كما طالب البيان الجميع بحل خلافاتهم السياسية سلميا واحترام سيادة القانون والحق في التجمع السلمي وتجنب العنف. أعلنت قوات الأمن العراقية تدمير معقل تنظيم داعش الإرهابي غرب الموصل. وفي بيان لها أكدت قوات الأمن العراقية أنه تم تدمير مخازن المتفجرات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تدمير المعقل الرئيسي للتنظيم في جبال عدي غرب الموصل. وأوضحت القوات العراقية أن قوة من قيادة عمليات نينوى قد عثرت في وقت سابق على أحد مقرات تنظيم داعش الإرهابي، حيث تم ضبط معدات فنية وعبوات ووثائق مواد لوجستية. إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت مجموعة غاز بروم الروسية عن توقف في خط أنابيب نورد ستريم 1 الحيوي لإمداد أوروبا بالكامل بالغاز الطبيعي حتى انتهاء إصلاح التوربين فيه، وذلك بعدما كان من المقرر أن يعاود العمل يوم السبت بعد عملية الصيانة. وأفادت شركة غاز بروم في بيان لها أنها اكتشفت تسرب زيت في التوربين خلال عملية الصيانة، مشيرة إلى تعليق نقل الغاز حتى إتمام الإصلاح. أعلنت مجموعة السبع أنها ستفرض بصورة عاجلة سقفا على أسعار النفط الروسية، ودعت تحالفا من عدد من الدول للانضمام إلى هذا الإجراء بهدف حرمان موسكو من قسم من مواردها من قطاع الطاقة. هذا وأكد وزراء مالية المجموعة أن سقف الأسعار سيحدد عند مستوى يستند إلى سلسلة من البيانات الفنية، وسيقرره التحالف بمجمله قبل وضعه موضع التنفيذ. كما أوضحوا أن الأسعار في المستقبل ستحدد علنا وبصورة واضحة وشفافة. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن الجانب الأوكراني اعترف بتنفيذ بعض الاستهدافات في محيط محطة زابوريجيا النووية. وخلال مؤتمر صحفي عقده فور عودته إلى فيينا، أوضح غروسي أن 6 من العاملين بالوكالة سيبقون في زابوريجيا من أجل تقييم الموقف. كما أشار غروسي إلى أنه سيعتزم إصدار تقرير في مطلع الأسبوع المقبل عن سلامة المحطة. هذا المؤتمر هو بعد زيارة فريق الوكالة الدولية بقيادة غروسي وعدد من الخبراء التقنيين إلى محطة زاباروجيا لبحث مسألة حتى التسرب الإشعاعي في محيط هذه المحطة بعد تعرضها لعمليات قصف متكررة. كان الجانب الروسي اتهم بها القوات الأوكرانية، الجانب الأوكراني بدوره اتهم الجانب الروسي بذلك. روسيا كانت الأسبوع السابق قد تحدثت عن ضرورة القيام بتحقيق من مجلس الأمن، واتهمت أوكرانيا بالمسؤولية عن ما يحدث في محيط هذه المحطة. وقبل هذا المؤتمر بساعات فقط الجانب الأوكراني تحدث عن مسؤوليته، اعترف حقيقة بمسؤوليته عن عدد من الاستهدافات كانت في محيط محطة زاباروجيا الأكبر في أوروبا. اعتبر الكرملين أن وصول فريق خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية وتمكنه من بدء تفتيشها اعتبره أمرا إيجابيا جدا، وذلك على الرغم أنه لا يزال من المبكر جدا تقييم نتائجه. كما أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه أمر إيجابي أن يكون الوفد قد وصل وبدأ العمل رغم الصعوبات والمشاكل. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية مهمة على الرغم من الصعوبات التي واجهتها بسبب الوجود الروسي في الموقع. وذكر زيلينسكي أن بلاده فعلت كل شيء لضمان وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا، معتقدا أن هذه المهمة قد يكون لها دور. لا
لا تزال محطة زابوريجيا للطاقة النووية تتصدر الأخبار باعتبارها أحد العناوين الرئيسية البارزة للأزمة الأوكرانية في وقت تواصل فيه موسكو وكييف تبادل الاتهامات بشأن المسؤول عن القصف الذي تتعرض له المحطة. أحدث التطورات في قضية المحطة النووية الأكبر في أوروبا جاءت بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مدير عام الوكالة رافائيل جروسي للتأكد من سلامتها وعدم تعرضها لأضرار، وسط مخاوف كبيرة من حدوث كارثة نووية تهدد القارة العجوز. جروسي الذي امتدت زيارته للمحطة لعدة ساعات أكد أن بعثة الوكالة أجرت تقييماً أولياً للموقف داخل المحطة النووية، مشيراً إلى أن سلامة محطة زابوريجيا انتهكت مراراً. وفي هذا الإطار أعلن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة، لافتاً إلى أنه سيظل قلقاً حتى يصبح الوضع في المحطة أكثر استقراراً وأكثر قابلية للتنبؤ بتطوراته. من جانبها طالبت روسيا بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر الجاري لمناقشة القصف الذي تعرضت له محطة زابوريجيا والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هي إذن أحداث سريعة وتطورات متلاحقة حول المحطة التي تشكل خطراً كبيراً على أوروبا، وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بقصفها وسط ترقب دولي لما ستسفر عنه الأيام القادمة. أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 25 وميج 29. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كناشينكوف إن كييف لا تزال تحاول كسب موطئ قدم في مناطق معينة على محور نيكولييف في جنوب أوكرانيا دون أي تقدم، مشيرا إلى أن طيران وصواريخ المدفعية الروسية أحدثت خسائر فادحة في وحدات وصفوف القوات الأوكرانية. أكد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس ديريفيير أنه تم توجيه الدعوة إلى روسيا وأوكرانيا لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في أوكرانيا والمقرر انعقاده في 22 سبتمبر الجاري على المستوى الوزاري. وأوضح ديريفيير الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في شهر سبتمبر أنه تمت دعوة جميع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بمن فيهم الوزير الروسي مشيرا إلى أنه تم تخصيص الاجتماع لبحث الأزمة الأوكرانية. كما أكد المبعوث الفرنسي أيضا أن اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية والذي طلبته روسيا سيعقد في 6 سبتمبر الجاري. Respect of international law. Humanitarian access must be urgent. أعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن الأزمة الأوكرانية أدت إلى إضعاف كارثي للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن قادة الاتحاد لم يستطيعوا منع ذلك. في كلمته خلال مؤتمر البلقان المفتوحة والمنعقد في بلغراد، قال سيارتو أن الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها الاقتصادي وأزمة الطاقة المدمرة أدت إلى إضعاف كارثي لأوروبا والاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا من حماية الناس في أوروبا من دفع فواتير الحرب التي لا يتحملون أي مسؤولية عنها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الإدارة الأمريكية ببناء الاقتصاد، وخلال كلمة له عقب التوقيع على خطة برنامج الإنقاذ الأمريكية أوضح بايدن أن البرنامج سيعمل على دعم المجتمعات المحلية التي تأثرت خلال جائحة كورونا، كما سيؤدي إلى تحديث وتعزيز الاقتصاد الأمريكي. نحن ملتزمون ببناء الاقتصاد من أسفل إلى أعلى، سمعتموني أقول هذا آلاف المرات، هذا ما يحدث وهذا ما نود الحديث عنه اليوم. الشركات كانت تكافح للبقاء على قدميها، ولكننا قطعنا شوطا طويلا ووصلنا اللقاحات إلى أذرع الناس وأبقينا على المدرسين في الفصول
وأيضا عمال الإطفاء. المزيد من الأمريكيين يعملون أكثر من أي وقت مضى، الأعمال تنتعش والمدارس مفتوحة، واليوم نحتفل بالتوقيع على برنامج الإنقاذ الأمريكي، وهذا سيساعد المجتمعات المحلية. هناك أو هذا ما نسميه إعادة بناء التحدي الأمريكي، وهذا يحدث الاقتصاد، والتكنولوجيا تتسارع وتغير الطريقة التي نقوم فيها بالتصنيع، وأيضا الشركات الصغيرة هي التي تقود، هي لم تنحى جانبا. أظهرت بيانات نشرتها وزارة العمل الأمريكية أن أصحاب الأعمال وظفوا عددا أكبر بقليل مما كان متوقعا خلال شهر أغسطس الماضي، رغم ارتفاع معدل البطالة إلى 3.7%. وأوضح تقرير الوزارة أن عدد الوظائف غير الزراعية زاد بمقدار 315 ألف وظيفة في الشهر الماضي. يأتي تقرير الوظائف بعد أسبوع من تحذير رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأمريكيين من فترة وصفها بالمؤلمة من تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال في ارتفاع البطالة. تسعى مفوضية الاتحاد الأوروبي للحصول على تشريع يسمح لها بإجبار الشركات على تلبية طلبيات دول الاتحاد الأوروبي خلال أوقات الأزمات أولا. وأظهرت مسودة المقترح الأوروبي أن الشركات التي لم تلتزم بتنفيذ الطلبيات ستواجه غرامات طائلة. هذا ومن المقرر إعلان المفوضية عن هذا الاقتراح في منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث ستحصل المفوضية وفق خطة أداة السوق الموحدة للطوارئ على صلاحيات أكبر بكثير بهدف التدخل في سلسلة توريد الاتحاد الأوروبي أثناء المرور بأي أزمات. انخفض مؤشر أسعار الغذاء العالمية الخاص بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو للشهر الخامس على التوالي في أغسطس، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوياته على الإطلاق والتي سجلها في وقت سابق من هذا العام. سجل مؤشر الفاو الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولا على مستوى العالم في المتوسط، سجل 138 نقطة في الشهر الماضي مقابل مستوى معدل بلغ 147 في الشهر يوليو. قالت الخارجية الصينية إن الحزب الحاكم في تايوان يحاول تضخيم التوتر بعد أن أسقطت تايبية ذات الحكم الذاتي طائرة مسيرة مدنية مجهولة المصدر في هذا الأسبوع. في المقابل قال رئيس الحكومة التايوانية سو تسينغ تشانغ إن إسقاط تايوان لطائرة مسيرة حلقت فوق إحدى الجدر الواقعة تحت سيطرتها قرب السواحل الصينية كان أنسب رد على تجاهل السلطات الصينية للتحذيرات المتكررة بعدم اختراق الأجواء الجوية، مضيفا أنه يتعين على الصين ممارسة سياسة ضبط النفس. وأضاف رئيس الحكومة التايوانية أن الجانب الصيني قد تجاهل تحذيرات تايوان ولم يترك أي خيار سوى ممارسة الدفاع عن النفس وإطلاق النار. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم 4 طائرات بدون طيار من طراز MQ-9B وأنظمة ملحقة اشترتها تايوان من الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2029. نقلت صحيفة فوكس تايوان عن مصدر بوزارة الدفاع التايوانية قوله إن التسليم المقرر في الأول طائرة بدون طيار سيكون في عام 2025، مشيرا إلى أن تكلفة الطائرات الأربع بدون طيار والأنظمة الملحقة تبلغ ما يقرب من 550 مليون دولار. أكدت الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية الالتزام الكامل والمشترك بالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان. جاء ذلك خلال اجتماع ضم مستشار الأمن القومي الأمريكي ونظيريه الياباني والجنوب والكورية الجنوبية، وفي مقر قيادة الولايات المتحدة في المحيطين الهندي والهادي في هاواي، حيث جرى مناقشة سبل حماية وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد. وفي بيان له أوضح البيت الأبيض أن المسؤولين الثلاثة عبروا عن إدانتهم لاستمرار كوريا الشمالية في تطوير برامج الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.
ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الموفد الأمريكي الخاص إلى إثيوبيا مايك هامر سيتوجه إلى أديس أبابا في نهاية الأسبوع، وذلك بعد تجدد القتال بإقليم تيغراي بشمال إثيوبيا. أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الموفد الأمريكي سيدعو الأطراف كافة إلى وقف القتال، كما سيشدد المسؤول على ضرورة أن توقف كل الأطراف العمليات العسكرية وتبدأ مباشرة في مفاوضات السلام. أعلن حزب المحافظين البريطاني انتهاء التصويت لاختيار زعيم جديد للحزب لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد حدد الحزب الاثنين المقبل موعدا للإعلان عن زعيم حزب المحافظين الجديد. هذا وتوقعت استطلاعات الرأي أن تتفوق وزيرة الخارجية ليز تروس على وزير المالية السابق ريشي سوناك لتصبح رئيسة وزراء بريطانيا المقبلة. حالة من الترقب تسيطر على أروقة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا تزامنا مع اقتراب الإعلان عن خليفة رئيس الوزراء بوريس جونسون والمقرر لها في 5 سبتمبر الجاري، والتي سيسبقها بالطبع تنفيذ أعمال التصويت من قبل أعضاء الحزب لتسمية رئيس الوزراء الجديد. انحصار المنافسة بين وزير الخزانة السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لم يسهل كما هو متوقع عملية الاختيار على أعضاء الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس العموم، والذين تتراوح أعدادهم وفقا للتقديرات بين 160 إلى 200 ألف عضو، خاصة في ظل الأزمات العالمية وارتفاع معدلات التضخم والموقف البريطاني من الأزمة الأوكرانية وعلاقات بريطانيا مع دول الاتحاد الأوروبي. وتجري عملية الاقتراع مباشرة أو عبر الإنترنت أو البريد، ولكن لمرة واحدة، لأن تكرار التصويت يسقط عن صاحبه عضوية الحزب، فيما تتولى لجنة 1922 مسؤولية الإعلان عن أسماء الشخصية الفائزة. وتضم هذه اللجنة التي تدير شؤون الحزب تنظيميا منذ 100 عام 18 عضوا يرأسهم السير جراهام برادي، الذي أعيد انتخابه في هذا المنصب لعدة مرات متتالية منذ عام 2010. ووفقا للإحصائيات الرسمية فإن 76% من أعضاء حزب المحافظين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل المرشحين لزعامة الحزب أكثر ميلا وحرصا على مواصلة تنفيذ اتفاقات وخطط الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بذات النهج الذي بدأه جونسون مع مطلع يناير من عام 2020. أكدت شرطة لندن أن الحقيبة التي عثر عليها بإحدى صالات مطار هيثرو وأدت إلى إخلاء الصالة لا تشكل أي خطر على الإطلاق. كان مطار هيثرو في لندن قد أعلن عن إخلاء في صالة 2 بعد تلقي بلاغ عن حقيبة مريبة. أعلنت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أنه تم رصد سلالة جديدة من فيروس جدري القردة في البلاد، وأضافت الوكالة أن شخصا قد سافر مؤخرا إلى غرب أفريقيا تم تشخيص إصابته بسلالة مختلفة من الفيروس، مشيرة أنه جاري حاليا تعقب المخالطين للحالة المصابة بهدف تحديد ما إذا كانت هناك حالات أخرى أم لا. رحبت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للمفاوضات الأوروبية بطرح أول لقاحات معززة ضد متغيرات فيروس كورونا داخل أوروبا. وفي بيان صحفي ذكرت المفوضية أن وكالة الأدوية الأوروبية منحت الموافقة على تداول لقاحي كوميرناتي وسيبوفاكس من إنتاج شركتي فايزر وموديرنا على التوالي. فرضت بعض المناطق في مدينة شانتشان مركز تكنولوجيا بجنوب الصين قيودا على الأنشطة العامة وتناول الطعام في الخارج، وكذلك على أماكن الترفيه، لكن مسؤولي المدينة لم يصلوا إلى حد فرض إغلاق كامل بينما يحاولون كبح انتشار فيروس كورونا. وقد تقرر تمديد القيود في منطقة الأعمال المركزية في فوتيان ولونغوهاوا، وبينما طلبت السلطات من السكان في عدة مناطق العمل من المنزل إذا أمكن. We'll be right back.
قررت تايوان إلغاء عشرات الرحلات الجوية وخدمات العبارات البحرية مع اقتراب إعصار هينمنور والذي يضرب الساحل الشرقية. وأعلنت إدارة الطيران المدني التايوانية أنه تم إلغاء 8 رحلات بسبب العاصفة، فضلا عن تأجيل 3 رحلات أخرى بين تايوان وسنغافورة ومانيلا لنفس السبب. كما أكد مكتب الموانئ البحرية التايواني أنه تم إلغاء 65 خدمة عبارات بحرية على 12 طريقا عقب إعلان إدارة الطقس المركزية ظهور إعصار على بعد حوالي 420 كيلومترا شرق كاب النوبي وأقصى طرف جنوبي جزيرة تايوان. قال مسؤولون باكستانيون إن أفراد فرق الإنقاذ في جنوبي باكستان يسعون جاهدين لإجلاء ملايين الأشخاص من القرى النائية. يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه المنطقة بقلق وصول مياه الأمطار المتدفقة من شمال البلاد. وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية مرتضى وهاب إن جهود الإنقاذ في إقليم السند كانت مدعومة بمروحيات وقوارب عسكرية. بحث القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المبادرات والمقترحات والطلبات التي تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج والذي عقدته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضي. وقالت سهى جندي إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطني بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولي حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين في ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمي، مؤكدة أن المواطن المصري بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الأهمية التي توليها الدولة لشراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى التطلع لزيادة مجالات العمل لدعم أولويات التنمية الأساسية في مصر بما في ذلك تحقيق رؤية مصر عام 2030. جاء ذلك خلال استقبالها لوفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. وشددت هالة السعيد خلال اللقاء على التعاون بين الجانبين لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكذلك ما يخص العمل المناخي وحماية البيئة والنمو الشامل والمستدام والتحول الرقمي. توفي المخرج الكبير علي عبد الخالق عن عمر ناهز 78 عاما بعد صراع مع المرض، وتشيع الجنازة غدا عقب صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة. رحل المخرج الكبير بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية والتي ما زالت خالدة في أذهان الجمهور المصري والعربي. We'll be right back.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، لم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم عناوينها. مجلس الوزراء ينفي نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. غازبروم الروسية تعلن وقف إمدادات الغاز لأوروبا عبر نورد ستريم 1 بالكامل حتى إصلاح أحد التوربينات. رغم زيادة أعداد الوظائف ارتفاع نسبة البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% في شهر أغسطس. نهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم مع الزميلة دينا عبد الكريم. مساء الخير يا دينا. مساء الخير يا دينا وأهلا بك. مساء النور عليكم، ومبسوطه جدا اكون معاكم النهارده بجد. احنا مبسوطين اكتر النهارده بالتوفيق ان شاء الله. هنسيبك لحلقتك النهارده، ويبدو ان موضوعاتها مختلفه ومتنوعه، دايما كده حلقه يوم الجمعه بتكون مختلفه ومتنوعه. بنحاول يعني نكون لطاف كده وخفاف، والنهارده هنتكلم تحديدا عن زياده الدخل، ازاي الواحد يشتغل شغلانه ثانيه. انا هشتغل شغلانه ثانيه، انا هقعد اتفرج مخصوص عشان اقول له مصطفى قبل الحلقه اشتغل ايه جنب المذيع. ان شاء الله بالتوفيق. بالتوفيق دينا، حلقه موفقه ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا لكل فريق نشره التاسعه. نبدا مع حضراتكم حالا فقرات برنامج التاسعه.